السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتحدث عن القلة وجميع الأواني المصنوعة من الفخار. هذا الشيء الطريف الجميل، يعني كل من الفخار له حنفية. له غطاء بالتأكيد، هو يبرد الماء طبيعي ويحافظ عليه ويحفظه من التلوث، فهو أفضل من الكولمان البلاستيكي أو اللي من مصنوع من الخامات البلاستيكية. أما المصنوع من الفخار فهو مفيد جدا. هذا هو الكولمان المصنوع من الفخار، له حنفية. طبعا اللي عايز يشرب بيقوم بفتح الحنفية وملء كوب وهكذا. وفي الخلفية الزير، وكل هذه الأواني المصنوعة من الفخار، الخامة الطبيعية المفيدة. الزير ثلاجة الفقراء، البلاص، مرة أخرى هذا الكولمان المصنوع من الفخار، هذا الإبداع الذي يجاري العصر. وهذا الطاجن الذي يتم حلب اللبن به، أو الشالية، الطاجن أو الشالية. شكرا، حسن المتابعة.